عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله عواشركم مبروكة، كل عام وانتم حيين بخير وينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية. إن شاء الله يا رب تكونوا بكلكم بخير وتكونوا في صحة جيدة كما العادة. وكما عودتكم رجعت لكم فيديو جديد. المرة هذه حبيت انعادي معاكم نهاري كامل أجواء رأس العام. الفيديو هذا مازال فرشك أمس صورته لكم، حبيت امبرتاجي معاكم نهاري كامل أمس كيفاش عديناه. أكيد مش وحدي، أني وعائلتي بيانسي ومعايا مرت خويا باتت بحذايا، هذاك علاش حبيت نبارطاجي معاكم. جو ياسر مزيان، عملنا نهايره يعمل الكيف، واكيد نبارطاجي معاكم شنو طيبنا امس. بيان سير الناس اللي تبع فيا على الباج انستغرام تاعي شافت شنو طيبت، اما ميسالش حبيت هكايا نشارك معاكم الجو واللمه كيما عودتكم ديما. قبل ما نبدا في الفيديو نرحب بكم برشا، مرحبا بكم الناس الجداد اللي دخلت معايا في القناه، نورتوني، وان شاء الله يا رب تكون عجبتكم القناه وان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم. واكيد متابعيني واصحابي وحبابي اللي تبعوا فيا من قبل وبنات بلادي، خاصه برشا ريتكم وفرحتوا بيا على الاخر وبرشا جيتوا سلمتوا عليا، نحب نشكركم على الاخر وعيشكم على كلامكم المزيان، عيشكم على الضحكه الحلوه الضحكه المزيانه، فرحتوا بيا على الاخر. ان شاء الله ربي يخليكم ليا وان شاء الله يديمكم نعمه في حياتي، وان شاء الله تروا مني كان الحاجه الباهيه يا ربي. بالحق ما تصوروش فرحتي قداش البارح، برك يجي 3 ولا 4 شفتهم جاوا سلموا عليا، ربي خليكم ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي تزيد تكبر القناه ونزيد نعرف عباد اكثر وتوصلكم اكيد كان الحاجه الباهيه، كان الطاقه الايجابيه، وتراو مني كان الفيديوهات المزيانين اللي تحبوا عليهم ديما. وحاجه اخرى زاده، نعرف برشا اخواتي واكيد ومتابعيني اللي تبعوا فيا من ايطاليا ومن فرنسا، ليومات هذيا روحت وبرشا بعثوا لي قلت لنا ابتسام كنت مشوقتنا في المروحه وديجا روحنا والحمد لله وصلنا لاباس. نرحبوا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في بلادكم، المتغربين الكل نورتوا اكيد البلاد، ما شاء الله تحس اصل البلاد جماعه الخارج تعبات الدنيا، ترى كل كرهب جماعه الخارج، برشا من ايطاليا، برشا من فرنسا، من بلجيكا، من كل البلاد، مرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تتفرهدوا تشبعوا بعائلتكم، تعديوا ايامات مزيانين، تو ديجا الايامات هذيا نبروفيتيو فيهم لماكسيموم، الدنيا سخونه على الاخر، طقس نتاع البحر ما نحكي لكمش، يهب الايامات هذيا، اجواء مش نورمال في الليل ما شاء الله، يعني ما تلقاش بلاصه وين تقعد بالعباد، الحمد لله الايامات هذوما بالحق الواحد باش يتفرهد فيهم، ينحي خمجه على قلبه نتاع ستريس عام كامل، على خاطر احنا بالحق جماعه الغربه احنا اللي عايشين ستريس عام كامل، عايشين ستريس كبير، تخمام كبير، غربه وحدنا، بعاد على العائله، بعاد على كل شيء. وكهو هذيك هي الدنيا، نروحوا نتفرهدوا ونكسروا الريتم باش نرجعوا بعد في فورما ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله يا ربي. والناس المتغربين الا ما روحوش ولا عندهم يعني مشاغلهم ولا الناس اللي تخدم ولا اللي ما نجموش يعني يروحوا، كل ان شاء الله اكيد عام الجاي تروحوا تتفرهدوا والدنيا تجري، يعني الايام تجري، ما روحتوش سنين ان شاء الله تروحوا عام الجاي وان شاء الله تتفرهدوا وكل شيء يعني يتعوض، وهذيك هي الدنيا يعني نهار علينا ونهار عليكم، وهاني نحاول يعني نفرهد فيكم لماكسيموم، حتى كما روحتوش نعيش فيكم معايا في الجو الكل وقاعدين نشوفوا في جو البلاد، وكل مره نبارطاجي معاكم فيديو هكايا مزيان ومتنوع، اكيد كل مره نجيبكم بحاجه مزيانه. حاسيلو كيما تروح حبيت نبارطاجي معاكم الفطير المزيان هذايا، كيما قلت لكم في اول الفيديو ديجا بيته بحذايا مرت خويا وولادها، اكيد الحمد لله ربي ما عطانيش وخيا وعوضني ربي بها، الحمد لله يا ربي، ان شاء الله ربي يدوم عشرتنا وبعد علينا ولد الحرام وبنات الحرام. حاسيلو هكايا حبينا نعملوا لمه مزيانه اكيد نهار راس العام، وديجا يعني داري ودار لاصقين لبعضهم، جيت كل مره يعني نتبادل على بعضنا بحكم اني وحدي يعني اني وصغاري، نهار بيت بحذايا نهار هي تجيب بيت بحذايا، نتونسوا والواحد كيكا باش يكسر الريتم. وكما قلت لكم ديجا اني من اول فيديوهاتي من جاي لحيوت الدار، ماذا بيا ديما بحذا العيله، ماذا بيا بحذا دارنا، نبروفيتي الماكسيموم وبعد اكيد يرجع نرجع يعني وحدنا ونشبع بالوحده وحدنا، نحاول ديما يعني ما نقعدش وحدي، حتى يعني كيف نطيب كيما ريتوني نهز يعني وناكل في دار بابا والا هما يجيو بحذايا، هذاك هو الريتم تاع الصيف. وكل مره كيفاش كيما تعرفوني ديجا قمت الصباح قبل ما نبدا نصور لكم الفيديو هذايا، قمت الصباح بكري مشيت خرجت خذيت باش ناخذ كرواسون، ما لقيتش كرواسون خذيت جاتو يعني الحاجه الموجوده باتسيري بحذايا، خذيت خبز سخون اكيد زاد من الكوشه كيما تراو باكيت سخونه تعمل الكيف، وعملنا كيف طير قبل ما يقوموا الصغار، حتى حضرت كيف طور وكل طون الصغار قاموا كيما تراو قاعده تعمل الكيف صبحيه هكايا، على الاقل صبحت تصبح الدنيا بارده شويه خاطر الايامات هذه سخانه ما نحكي لكمش. ديجا احنا يعني من 8 نتاع الصباح ل 6 نتاع العشيه الحقيقه كان عندنا قضيه هكايا في صافيسا ونشدوا الدار نشدوا البرود الحقيقه ما نخرجوش لبرا، نخافوا على الصغار حتى البحر يعني يمشيوا الصبح بكري على الاخر قبل 8 والا نهزوهم بعد 6 نتاع العشيه، ردوا بالكم على الصغار
صغيراتكم. الطقس هذايا راهو خايب على الاخر، شمس قويه على الاخر، ردوا بالكم تعاوموا صغيراتكم يعني نص النهار والا يعني قبل 4 نتاع العشيه ردوا بالكم، خاصه صغيرات يعني برشا ردوا بالكم عليهم، السخانه هذه مش باهي ليهم، مش باهي ليهم يعني برشا صغيرات هكا يمرضوا، كل ردوا بالكم استحفظوا على صغيراتكم. حاسيلو اني ديجا النهار هذايا قلت لكم ايه مصور خرجنا بيهم بعد ما حضرنا الفطور وفطرنا وقيلنا ورقدنا، حاسيلو العشيه زيتهم يعوموا هكاك الواحد يبدا مرتاح والشمس يعني تطيح ولو السخانه زاد تنقص، وزيد هكاك يعني نعديو نبقاو يعني كيف نخرجوا من الستة الفوق نقعدوا البرا نتعشاو البرا نعديو يعني حتى صغار البارح قعدوا يعوموا حتى 11 تاع الليل، البحر ميت ميت يهبل صافي يعمل الكيف، احنا ديجا يعني قاعدين نعملوا في قهوه وصغار يتفرجوا، بعد هبطنا العشاء هكاك. حاسيلو الحقيقه الايامات هذه الكل كما قلت لكم من الستة نتاع العشيه الفوق يعني الخروج، نعاود نوصيكم ردوا بالكم على صغيراتكم واستحفظوا عليهم، الطقس هذا يخوف على الاخر، وسمعت ديجا برشا صغيرات مرضوا يعني وكل ربي يلطف بينا وبيهم اكيد وربي يفرج عليهم، حبيت انه اوصيكم لا اكثر ولا اقل. اكها كيما تراو عملنا فطير ياسر ياسر مزيان مع اللمه والعيله، وحبيت كي نوصل لكم محلاها ديما اللمه، وديما يعني بطلب منكم انتم ابتسام محلاها لمتكم بارطاجي معاكم يعني لمه العيله والكل، وحبينا النهايه هذايا نطيبوا الفطور مع بعضنا. قولوا لي انتم في كومنتير شنو طيبتوا، احنا الامس يعني طيبنا في عاداتنا اكيد كسكسي بالقديد، وماما عملت يعني مقرونه جاريه بالقديد، كل حد هكا حبينا نعملوا زوز حاجات، هي يعني اختارت قالت اني نعمل مقرونه جاريه وانتم اعملوا كسكسي، الكسكسي عملناه في داري، ها باش نوريكم ديجا كل شيء بيان ديتايي كيفاش طيبناه وكيفاش لمينا عليه وما شاء الله كيفاش جي كسكسي شره. وبعد مشينا لدارنا اكيد هزيت شقيله الكسكسي ومشينا فطرناها في دارنا، ونلقى زيد ماما محضره المقرونه، ما نحكي لكمش على البنه ما نحكي لكمش على الريحه، اني ديجا القديد نحبه على الاخر وفرشك بتاع قديد العيد يعني وكل فرشك نضيف في شره. كهو كيما ريتو بعدك فطور الصباح وبعدك القعده المزيانه والترتيحه هذيك، دخلنا اكيد للدار عملنا دوره خملنا الدويره كل حد عمل حاجه، وبعد صغار ديجا مشاو يلعبوا ودخلنا للكوجينه باش نحضر الكسكسي. ديجا يعني كسكسي بالقديد اسهل منه ما فماش يعني ساهل ويحضر في صافيسه ما فيهوش يعني فيش برشا قشق لا فيش برشا تعب كيما نقول اني. كل حد يعمل في حاجه، هي كيما ترى مرت خويا قاعده تغسل في القديد، القديد بعد ما تشيحوه اكيد وبعد ما تقليوه في الزيت مليح مليح، احنا في عادتنا نقليوه قبل ما نخبيوه وبعد نغسلوه اكيد نهار باش نجيو نطيبوا الكونتيتي اللي باش نطيبها، نغسلها بالماء سخون بالباهي بالباهي هكا ينقص الملوحيه نتاعو، وزيد نتاكدوا ما يبقاش فيه وسخ ولا شيء خاطر ننشروه كمام البر. وزاد الكسكسي بالقديد نطيبوه بالفول والحمص، يعني الفول منفخ في الليل ديجا نفخنا الفول ونفخنا الحمص، وكما ريتو الفول نخليه صحيح جيست نقشروا له الراس نتاعو من الفوق، يعني نخليه الكعبه كامله نحيوا جيست القشور نتاعو. حبيت نوريكم كعبات القديد ما شاء الله غسلناهم نضيفاتي شره، كونتيتي ما عملناش كبيره برشا على خاطر كما قلت لكم ماما باش طيب مقرونه بالقديد، دونك باش نعملوا كونتيتي صغيره نتاع كسكسي خاطر زوز حاجات باش نطيبوهم باش ما يتلوحش، نعمه ربي والكل الدنيا سخونه ما فيش برشا ماكله. حاسيلو حبيت نوريكم كيفاش نطيبوا كسكسي بالقديد، كسكسي راس العام كان ما طيبتوش امس نجمو طيبوه نهار اخر، راهو بنين بنين فاوح يشره في طنجرتي اكيد، حطيت صبه زيت زيتونه باهيه وحطيت كعبات القديد نتاعي بيان سير نتوما والكونتيتي اللي تحبوا عليها، واكيد حطيت زوز روس بصل قصيتهم دي ترونش يعني كيما ريتو هكا باش نقلي البصل في القديد نقليوه مليح مليح، فما شكون يرمي في الماء اما احنا نقليوه، راهو كيف تقليوه القديد يسيب البنه نتاعو في الزيت. بالنسبه للطماطم باش نحط مغرفه كبيره طماطم اكاها وما تكثروش مغرفه طماطم خاطر الكسكسي هذايا يجي ازعر ما يجيش احمر، يعني مش كيما كسكسي بالعلوش يجي احمر، الكسكسي بالقديد نطيبوه ازعر يبدا مستصفر يعني والكل.
لطون اللي يعني حطيت الطماطم تتقلى هي والقدي. تو باش نرمي الفول والحمص. الفول والحمص اذا نقليهم شويه هكاك يسيبوا البنانه نتاعهم. حبيت نوريكم عن قرب كيفاش يعني التقليه، كيفاش تم، كيفاش اللون، كيفاش ما يزموش يكون غامق برشا. كما قلت لكم ما تكثروش الطماطم. زيد قبل ما نحط الفول والحمص حطيت شويه فلفل احمر، عدو بالله يعني مغرفه صغيره فلفل احمر، ما يجيش حر زيد الكسكسي هذايا. وانتم لكم الاختيار، احنا ما شاء الله عندنا الصغار ما نحبوش حر باش ياكلوا معانا، ما كثرتش الفلفل. كملت فوحت مغرفه صغيره فلفل اكحل، مغرفه صغيره تابل، ومغرفة كبيرة كركم. يحب الكركم الكسكسي هذايا على خاطر يجي أزعر كما قلت لكم، يجيش أحمر. وردوا بالكم، ردوا بالكم، ونوصيكم على الملح، راهو كسكسي بالقديد وإلا أي حاجة طيب القديد ما تحطوش الملح من الأول، راهو القديد يسيب الملوحية متاعو. من الأول يظهر لك اللي هو مش ملح، أما بعد راهو قد ما يقعد يطيب قد ما الملوحية متاعو يبقى يسيبها. هكاك تخافوا يعني تحطوا الملح يجيكم مالح ويفسد لكم الماكله باش طيبها تفسد لكم. ردوا بالكم الملح، اني يعني في الاخر ديجا اونفا ما حطيتش على خاطر حطينا كميه باهيه نتاع قديد، سايب الملوحيه نتاعو ما زدتش ملح الحقيقه. وتو كيما ريتو مني نقلي وحطيت الفول والحمص، كل مره واحد حاسيلو يا اخو، مره هي الطيب مره اني، كيما ريتو نتبادلوا على بعضنا. الفول كيما ريتوه منفخ، جيت نحيت له الروسه من الفوق كهو، خليت الكعبه كامله. كعبه الحمص الكميه انتم ما قادش تحبوا يعني. وباش نمرق طو بعد ما تقلاو مليح مليح في الزيت، باش نمرق كونتيتي الماء، نحطوا كونتيتي باهيه اكثر من شطر في القدره، على خاطر القديد يطلب شويه وقت، والفول والحمص زاد يطلبوا شويه وقت، يلزمهم يطيبوا بالباهي بالباهي اقل حاجه سويعه من زمان، سويعه وربع هكاكا. دونك نكثروا شويه نتاع ماء في الوقت اللي طنجرتي ديجا مرقتها قاعده تطيب على روحها. باش نحضر الكسكسي، كما تعرفوني من قبل ديجا نصور لكم يعني كيفاش نطيب، والكل تعرفوني نستعمل كسكسي العولة. احنا الكل يعني سوافه اون جينيرال نطيبوا كسكسي بكسكسي العولة الاكثريه. الكسكسي العولة يتفور مره برك، اما اني بحكم القديد يبطى برشا والكل باش نفوره مرتين، حبيت يجيني ملبي اكثر. دونك كيما ريتو بليتو شويه بالماء، حطيت معاها مغرفه صغيره نتاع كركم، وحطيت عليه شويه عود اكيد كان عندكم. وباش نبدا هكاكا بزيت الزيتونه، حطيت زيدا كيما ريتو نبسس فيه بزيت الزيتونه، وباش نعمله تفويره الاولى. هو نورمالمون كيما قلت لكم ما هي تفور تفويره برك، اما اني حبيت نفوره مرتين، حبيت يجيني طري هكا محلاك يبدا ملبي والكل. وبيسك اللي زيدا القديد يطلب شويه وقت ويطلب تياب اكثر، يقعد يطيب الكسكسي في عقله. حاسي لو كنت تستعمل كسكسي باكوات بيان سور الباكوات يطلب اكثر يعني تياب ويتفور مرتين. حطيت كسكسيه ديجا يتفور. هكايا نسرع في الفيديو باش ما نطولش عليكم، باش ما تقلقوش اكيد، جيت حبيت نوريكم كيفاش طيبوا، خاطر فما برشا ناس يقولك ما نعرفوش ما نطيبوش كسكسي بالقديد، فما برشا ناس مش من عاداتهم، كل حد يعني وعاداته. فما برشا ناس تعمل ماكلات اخرى، نعرف اني صحابي في ايطاليا ما يعرفوش يعني ما يطيبوش كسكسي بالقديد في راس العام، يعملوها في بريود اخرى. كل حد اكيد يعني تونس كبيره ما شاء الله وعاداتنا وتقاليدنا تختلف، كل بلاد ورتالها وكل حد وعاداته وتقاليده. حاسي لو انتم بعد اكتبوا لي في الكومنتير شنو طيبتوا وشنو اكثر حاجه طيبها. وديجا اني هبط يعني ستاتي على الباج انستغرام تاعي سونداج هبط، وبرشا طلعت لي برشا يعني عباد طيب يعني كسكسي بالقديد، واقليه يطيبوا جاري يعني كل حد وكيفاش. فما نعرف يعني جوابسيه يطيبوا حاجات اخرى يعني كل حد وكيفاش. حاسيلو طيبنا الكسكسي قاعد يطيب، ريتوه ساهله تخليوه يطيب على روحه، ما عادش تعملوا له حتى شيء، تخليه هكاك يطيب لين يعني القديد يتقرص، جيس بعد نعاودوا تفيره للكسكسي كهو. وفي الوقت اللي الكسكسي قاعد يطيب اكيد ركشتنا كما العاده قهوه هكايا كحله تعمر الراس قاعده ديجا دويره مخمله، خملناها ونظفناها زوز يدين مش كيما ايد واحده يعني ما تطلبش برشا وقت، كل حد عمل حوايجه. صغيرات قاعدين يلعبوا، كعبه مقروض ما شاء الله، المقروض لتو مازال عندي ولتو طري شره، بارتاجيت معاكم يعني وقت اللي عملناه مع بعضنا. قاعده نحاول نخمم زيد الايامات هذيا ان شاء الله، كان عملت حاجه اكيد نبارطاجيها معاكم. قاعده نخمم باش نزيد نعمل كعبات حلول صغار بحكم الي وفالي يعني الكل نحب نعمل لهم كعبه بشكوتو، ممكن يعني كان عملتهم بارطاجيه معاكم اكيد، مادام مرت خويا معايا وهي عاد تعمل الحلو والكل ندلل عليها يعني، قلت لها اعمل لي البشكوتو ان شاء الله ربي يحينا بخير. كيما ريتو تو رجعت باش نفور التفويره الثانيه بعد نص ساعه هكاكا،
طفيرة ثانية بتاع الكسكسي. بالنسبة لطفيرة ثانية طو باش نسقيه أكثر بالماء، يعني نكثروا له أكثر ماء خاطر يشرب هو ما شاء الله، خاصة يعني كسكسي العولة بتاعنا يشرب قدر ما تزيدوا ماء قدر ما يشرب ويزيد، نسقيوه بالماء ونخليوه يعاود يشرب الماء بتاعو، وبعد كما العادة نرجعوه يتفور في الكسكاس لين يطيب قد قد أميم طون هو والقديد. يعني كل شيء يطيب مع بعضه، والمرق يعني ديما عسو، يعني كان نشح ولا نقص من الماء وحسيت القديد مازال ما طابش والا الفول مازال يعني ناقص شويه، زيدوا بالماء بشويه بشويه، ردوا بالكم ما يجيش يعني جاري برشا. السقاع اللي باش نسقيو به يعني الكسكسي لازم يكون خاثر شويه باش يجينا الكسكسي بنين والكل. حاسيلو كيما ريتو هي قاعده ترجع في الكسكسي، او ميم طون حطيت لافي ميتي تيبو. احنا في راس العام مع الجاري والا مع الكسكسي نطيبوا العظام، العظام العربي اكيد هكا نزينوا به الشقيله نتاعنا كيما عاشوره، يعني فما صغيرات هكا شكون يحب يعمل جو يزين زاد ويلعبوا الصغار. حاسيلو هذا يا كسكسينا بعد ما طاب، بعد ما ثريناه اول هكا ما طاب وحسينا يعني القديد طاب والفول وكل ما شاء الله الكسكسي زاد ثرى بالباهي بالباهي، سقينا كسكسينا رشينا عليه رشه فلفل الكحل. وكيما ريتو كيفاش ما يزموش يكون احمر، يزمو يكون ازعر، وصدقوني ما نحكي لكمش على الريحه، ريحه الدار طبقت. واني من عشاق القديد ونعشق حاجه اسمها قديد، نموت عليه على الاخر، ريحته فاوحه 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 جبنين يشره. حتى بعد كيف خرجنا في الليل البحر هزينا قيلة معانا تلمو، يعني الدنيا سخونة ما نجمناش ناكلوه في وسط النهار، في الليل طعمناه مع البرود هكا وكل الصغار جاعوا ودرنا عليه، وزد هزينا زد المقرونة متاع ماما. حاسيله بالحق ما خيرش من ماكلتنا الزمنية التونسية والركشة والقعدة العربي والحاجات هذه عاداتنا وتقاليدنا اللي محرومين منها. حتى كان جيت في إيطاليا أكيد نطيب، أما ما نحسوش بالجو في بلادنا أكيد. كما ريتو هذه ديجا الشقيلة متاعي بعد ما زينتها، حطيت إكعبات القديد على جنب، الفول والحمص ما شاء الله كيما تراو طايب بالباهي بالباهي، طاب في حقه بالباهي. باش نزين زاد بالعظام، وهذه شقيله نودكم ولا نشهيكم بالحق من ابن ما تاكلوا من ابن ما تجربوا. وهكايا ديجا نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو، قولوا لي شنو رايكم، وكان عجبكم كسكسي على طريقتي جربوه وما تندموش بالحق، بنا 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 عالميه. تو ما بقى لي كنقول لكم بالسلامه، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم فيديو اليوم واستمتعتوا كما العاده وصلتكم طاقتي الايجابيه، واستناوني بقدره ربي في فيديو جديد.